السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة صف الثاني الإعدادي، هنراجع مع بعض تاريخ وجغرافيا. هنبدأ مع بعض النهاردة في الجغرافيا، معانا نموذج اختبار. أول حاجة هناخد قدامنا الخريطة، وقال لي أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. واحد هنا عايز مضيق، هنا لو بصينا هنا مكان المضيق ده مضيق هرمز، مضيق هرمز. طيب رقم 2 هنا بيشاور على جبال، هنا دي جبال، هنا جبال عمان، جبال عمان. طيب تعال نبص هنا، ده رقم 3 عايز اقليم مناخ. طيب نبص هنا، هو بيشاور هنا على جنوب موريتانيا، جنوب موريتانيا هنا موجود عندي اقليم مناخ مداري، لان الاقليم المناخي المداري ده موجود في جنوب الوطن العربي، يبقى هنا في جنوب موريتانيا في اقليم مداري. طيب رقم 4 هنا في المحيط، هنا ده المحيط الاطلنطي اللي هو في غرب الوطن العربي. طيب رقم 5 هنا في دولة، هنا هنلاقيها دولة سوريا، دولة سوريا. يبقى هنا خلصنا مع بعض كده اول حاجة الخريطة. طيب تاني حاجة طلب مني، قال لي ما العلاقة بين التضاريس وتوزيع سكان الوطن العربي؟ ايه العلاقة ما بين التضاريس وتوزيع السكان؟ طيب احنا لو هنلاقي ان معظم السكان بيتركزوا في المناطق السهلية، لان المناطق السهلية دي دايما بيبقى فيها زراعة، فلذلك بيتركز فيها عدد كبير من السكان. طيب بيقل السكان فين؟ بيقل السكان فوق المرتفعات. يبقى هنا لو قال لي العلاقة بين التضاريس وتوزيع السكان، هنقول له بيتركز السكان في المناطق السهلية لقيام الزراعة ويقل فوق المرتفعات. طيب السؤال الثاني قال لي الحكومة العربية وتناقص سكان الصحراء، الحكومات العربية وتناقص سكان الصحراء، ايه العلاقة؟ طيب كتير من الدول العربية قامت بتوطين سكان الصحراء في قرى، وده الهدف بسبب ايه؟ لتعمير الصحراء. يبقى هنا هنقول توطين سكان، قامت الدول العربية بتوطين سكان الصحاري في قرى بهدف تعمير الصحراء. سؤال رقم 3 قال لي كمية المطر والحشائش الحر. طيب الحشائش الحر اللي هي حشائش السفن، احنا عارفين ان الحشائش بتتدرج على حسب كمية الامطار. طيب هنا الحشائش الحرة بتتدرج في الطول من الجنوب الى الشمال على حسب ايه؟ على حسب كمية المطر. يبقى انا هنا عندي دي العلاقة بين كمية المطر والحشائش الحرة بتتدرج في الطول. طيب سؤال رقم 4 مظاهر السطح ووحدة الوطن العربي. احنا عارفين الوطن العربي بيضم كتير من المرتفعات والمنخفضات في اختلاف في مظاهر السطح. طيب المظاهر السطح او المرتفعات او الجبال بمعنى اصح، هل كانت عائق في تحقيق وحدة الوطن العربي؟ لا، المرتفعات دي لم تكن عائقا امام وحدة الوطن العربي، بل كانت كمان مش كده وبس، عامل بيساهم في تحقيق وحدة ابناء. يبقى ده العلاقة ما بين مظاهر السطح ووحدة الوطن العربي، ان المرتفعات دي لم تكن عائقا امام الوحدة، بل كانت بتساهم في تحقيق وحدة ابناء. نشوف هنا مع بعض السؤال الثاني، قال لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. واحد قال لي تسقط الأمطار على إقليم المناخ المداري، فأنهي فصل؟ الشتاء، الصيف، طوال العام، الربيع. احنا عارفين ان الأمطار بتسقط في الإقليم المداري في فصل ايه؟ فصل الصيف. يبقى هنا تسقط الأمطار في الإقليم المداري في فصل الصيف، لكن في الإقليم مناخ البحر المتوسط بتسقط في فصل الشتاء. طيب سؤال رقم 2 قال لي تعد هضبة نقط من الهضاب البركانية بالوطن العربي. احنا عندنا في الوطن العربي هضبة انهي هي الهضبة اللي من تكونت نتيجة انفجار البراكين زي هضبة اليمن. يبقى هنا كده هضبة اليمن. طيب رقم 3 يصل ايه بين الخليج العربي وخليج عمان والمحيط الهندي؟ المضيق اللي بيربط ما بين اللي هو الخليج العربي وخليج عمان والمحيط الهندي، لو جينا بصينا كده في هنا في الخريطة هنلاقيه هو مضيق برضو ايه؟ هرمز. هو مضيق هرمز.
رقم 4 من العوامل البشريه المؤثره في توزيع السكان بالوطن العربي. احنا عارفين ان في توزيع السكان الوطن العربي في عوامل بشريه وعوامل طبيعيه. من العوامل البشريه تعال نشوف كده: الحروب، الميه، المناخ، التضاريس. الحروب دي عوامل بشريه، لكن الميه والمناخ والتضاريس دي عوامل طبيعيه، وهو هنا عايز العوامل البشريه. يبقى هنا ايه هي العوامل المؤثره في توزيع الوطن العربي؟ هو الحروب. طيب رقم 5، تنخفض الكثافه السكانيه بالوطن العربي حيث توجد حرفه ايه؟ ايه هي الحرفه اللي بتنخفض فيها عدد السكان؟ يعني عدد السكان اللي بيشتغلوا بيها قليلين جدا بالوطن العربي. هم الزراعه؟ لا طبعا، دي فيها نسبه كبيره من السكان. صناعه نفس الكلام، والتعدين برضو فيها نسبه من الناس اللي بتشتغل بالتعدين على الرغم ان هم في الصحراء، بس احنا قلنا ان دخلها كبير. طيب اكتر حاجه اللي فيها اقل عدد سكان هو حرفه الرعي. 6، السهول التي تكونت بفعل الرياح تعرف بالسهول ايه؟ احنا قلنا الرياح دي تعريه هوائيه. طيب ايه اللي بيتكون؟ سهول ساحليه، صحراويه، فيضيه، ولا كل دول؟ طبعا السهول اللي تكونت بفعل الرياح هي السهول الصحراويه، زي عندك مثلا الكثبان، الرمليه، زي بحر الرمال العظيم. دي كده السهول اللي تكونت بفعل الايه؟ الرياح. ناخد سؤال تاني، قال لي ما النتائج المترتبة على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي؟ ايه هي ايه نتيجة، مش بما تفسر، ايه نتيجة الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي؟ خلاه يحصل له ايه؟ تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي. نتيجة أهميته الاقتصادية والاستراتيجية دي، الوطن العربي تعرض للاستعمار الأوروبي اللي هو بمرور الوقت عمل على نهب خيراته وقسم الدول العربية إلى دول مختلفة المساحة وبيفصل بينهم حدود سياسية. طيب السؤال الثاني قال لي ما النتائج المترتبة على ارتفاع جبال لبنان ارتفاعا شاهقا؟ طبعا احنا عارفين ان المرتفعات نتيجة المرتفعات الشاهقة دي بيحصل ان بيكسوها الجليد، كل ما بنرتفع درجة 150 متر بتقل درجة الحرارة درجة مئوية، ولذلك نتيجة ان ارتفاع جبال لبنان ده مرتفع جدا ارتفاع شاهق، فأصبح يغطيها الثلوج لشدة ارتفاعها. سؤال 3، تزايد السكان بدرجة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية. هنا بيتكلمني عن المشكلة الاقتصادية، مشكلة السكانية اللي حصلت في الوطن العربي. تزايد السكان بدرجة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية، حصل ايه؟ أصبح الوطن العربي بيعاني من خلل في توزيع السكان، لأن كده حصلت المشكلة السكانية إن في كتير من الدول بتعاني، زي دول الخليج ودي هنتكلم عنها دلوقتي. دول الخليج بتعاني من كثرة في الموارد الاقتصادية لكن قلة في السكان، والعكس في مصر مثلا وسوريا بعض الدول التانية. يبقى هنا حصل خلل في توزيع السكان. سؤال 4، ما النتائج المترتبة على الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن؟ طيب دي مشكلة طبعا بالوطن العربي، نتيجتها حصل تناقص سكان الريف، عدد كبير من الناس في الريف بتهاجر علشان تروح تشتغل في المدن، وبالتالي فبتزايد كده سكان الايه؟ المدن. طيب احنا قلنا ان نتيجة تزايد سكان المدن ونتيجة اللي هو العدد الكبير اللي بيجي من الريف ده، ظهرت العشوائيات اللي هي فيها تدني في الخدمات الصحية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، واللي بتعمل بقى بعد كده الدول العربية على انها تطور العشوائيات دي. طيب السؤال الخامس، هنا سؤال رقم 3، السؤال الثالث، اكتب كلمة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. قال لي جبال عمان من الجبال الانكسارية بالوطن العربي. طيب هل الكلام ده صح؟ لا غلط. جبال عمان هي تعتبر جبال التوائية مش جبال انكسارية. طب نصحح مع بعض، جبال زي ايه الجبال الانكسارية؟ زي مثلا عندي جبال الشام، زي جبال البحر الاحمر، زي جبال الحجاز وعسير، دي تعتبر جبال انكسارية. لكن عمان واطلس وباقي الجبال دي تعتبر جبال التوائية. طيب رقم 2، قال لي تنمو اشجار الارز على جبال اطلس والشام، هل الكلام ده صح؟ اه صح، لان جبال اطلس دي
لان اشجار الارض دي بتنمو على جبال الشام واطلس والعراق لانها دي منحدرات غزيره الامطار. طب رقم ثلاثة، تتميز السهول الساحليه على البحر الاحمر بصلاحيتها للزراعه. السهول الساحليه على البحر الاحمر، طبعا الكلام ده خطا، لان اللي بتتميز بالسهول الساحليه الصالحه للزراعه هي السهول الساحليه على البحر المتوسط. لكن البحر الاحمر بيتميز ان هو فيه موارد اقتصاديه تانية زي استخراج المعادن وبعض مصادر الطاقه. رقم أربعة، تعد وسائل المواصلات من العوامل الطبيعيه والتي تجذب السكان. طب احنا قلنا العوامل، في عوامل طبيعيه وعوامل بشريه، المواصلات دي عوامل ايه؟ عوامل بشريه مش عوامل طبيعيه، ولذلك تعتبر وسائل المواصلات من العوامل البشريه التي تجذب السكان، يبقى هنا العباره خاطئه. طيب، يفضل سكان الوطن العربي سكني السهول والجبال. طبعا الجبال هنا صعب، لان الجبال هنا قله عدد السكان في فوق المرتفعات، لكن هم بيفضلوا السهول. والسهول ليه؟ علشان طبعا ديت بتبقى فيها موارد اقتصاديه كتير، فيها زراعه، فلذلك فيها ممكن يعيشوا في السهول. لكن الجبال دي مرتفعات صعبه قوي، صعوبه السطح وعوره السطح فيها ان هم يعيشوا فيها. لكن احنا ممكن، في طبعا عندي استثناء اللي هو في سكان اليمن ولبنان بيفضلوا سكني الجبال، لكن بشكل عام ما بيفضلش سكان الوطن العربي سكن ايه؟ الجبال. فاحنا هنقول هنا العبارة خاطئة. هنا في الجغرافيا قال لي فرق بين اقليم هناك البحر المتوسط والاقليم المداري من حيث الموقع واهم الاشجار. طيب، وقال لي كمان المشكلة السكانية في مصر والمشكلة السكانية في دول الخليج. طيب تعالى هنا مع بعض كده نقارن ما بين الاثنين. طيب ناخد اول حاجة اقليم البحر المتوسط. الموقع بتاع اقليم البحر المتوسط موجود فين؟ موجود في الاطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط، زي مثلا عندك زي مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، دي كلها دول بتبقى فيها اقليم البحر المتوسط. طب نيجي هنا للاقليم المداري. اقليم المداري يمتد جنوب الوطن العربي، زي مثلا معظم السودان، زي جنوب موريتانيا ووسط الصومال، جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. يبقى هنا ده الموقع بتاع البحر المتوسط والاقليم المداري. اهم الاشجار في البحر المتوسط، الأشجار بالبحر المتوسط موجود زي البلوط في الليني، الزيتون، وأشجار الأرز اللي هو الشعار بتاع لبنان. البلوط الفليني، الزيتون، وأشجار الأرز. طيب الإقليم المداري أهم الأشجار اللي فيه اللي هي أشجار الصنت اللي موجودة في الغابات المدارية، وإحنا قلنا أشجار الصنت دي قبل كده ليها أهمية اقتصادية، بيصنع منها الصمغ العربي. ناخد تاني مقارنة. قال لي قارن بين المشكلة السكانية في مصر والمشكلة السكانية في الخليج. طيب المشكلة السكانية في مصر، تعاني مصر طبعا من ارتفاع في الزيادة السكانية مع قلة في الموارد، فده بيؤدي لوجود الايه؟ البطالة. يبقى ده الخلل اللي موجود في مصر، زيادة في السكان لكن قلة في الموارد. طب المشكلة السكانية في الخليج العربي، كتير من الدول العربية بتعاني من انخفاض الزيادة السكانية مع زيادة الموارد الاقتصادية. طب هما كده بيعانوا من ايه؟ قال لي بيعانوا من عجز بالقوى العاملة. يبقى هنا في دي المشكلة السكانية، يبقى في دول الخليج قلة في عدد السكان او في القوى العاملة ومع زيادة في الموارد، اللي بيؤدي بعد كده ان كتير بيهاجروا الى دول الخليج. طيب دي كده المقارنة اللي معايا. احنا كده خلصنا الجغرافيا، تعالى بقى ندخل على التاريخ. طيب اول سؤال معانا هنا في التاريخ، قال لي ده علامه صح او خطا. هنا تم بناء اول اسطول اسلامي في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. طبعا اول اسطول اسلامي هو كان في عهد عثمان ابن عفان، يعني عمر بن الخطاب هنا غلط، هنا هنكتب العباره خاطئه. طيب هنا طبعا عثمان بن عفان احنا قلنا ان هو فكر في إنشاء أسطول إسلامي علشان طبعا حماية السواحل بتاعة الدولة الإسلامية وخاصة في مصر والخليج.
الشام. تاني سؤال، قال لي سميت معركة القادسية بفتح الفتوح. هنا المعركة اللي سميت بفتح الفتوح هي مش القادسية، هي معركة نهاوند. يبقى هنا العبارة خاطئة. معركة نهاوند اللي هي تم فيها القضاء على الفرس بالعراق، ولذلك العرب سموها بفتح الفتوح. طيب سؤال رقم 3 بيقول لي كانت مدينة تبوك خاضعة لحكم الروم قبل أن يفتحها المسلمون. طيب احنا قلنا في غزوة تبوك كان الرسول صلى الله عليه وسلم رايح ان هو هيحارب الروم، فهنا كانت مدينة تبوك فعلا خاضعة لحكم مين؟ الروم. يبقى هنا العبارة صحيحة. طيب رقم 3، رقم 4، كان فتح مكة بسبب نقد اليهود عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان فتح مكة بسبب نقد اليهود عهدهم مع الرسول. مين اللي نقدوا العهد اللي هو في صلح بتاع صلح الحديبية؟ مش اليهود، اللي نقد العهد هم المشركين، ولذلك هنا تعتبر العبارة خاطئة. هو اللي كان نقد العهد هم المشركين مش اليهود. طيب رقم 5، الحنيفية هي ديانة سيدنا إبراهيم، صح؟ هنا عبارة صحيحة. رقم 6، اجتمع زعماء قريش في سقيفة بني ساعدة ودبروا مؤامرة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اجتمع زعماء قريش اللي تدبير مؤامرة لقتل الرسول، دي صح، لكن اجتمعوا فين؟ سقيفة بني ساعدة مش هي دي، اجتمعوا في دار الندوة اللي هي دبروا فيها مؤامرة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا عرفنا ان هو علشان اخدوا اجتمعوا على انه ياخدوا من كل قبيلة شابا قويا ويضربوا الرسول، ضربت رجل واحد، لكن طبعا ربنا ابلغ الرسول بذلك، فهنا تعتبر العبارة خاطئة. طب السؤال بعد كده قال لي ما العلاقة بين حرب المرتدين وجمع القرآن الكريم؟ ايه العلاقة بين حرب المرتدين في عهد ابو بكر الصديق وجمع القرآن؟ عدد كبير من حفظة القرآن استشهدوا في حروب الردة، ولذلك اشار عمر بن الخطاب على ابو بكر الصديق بجمع القرآن. وفعلا ابو بكر الصديق قلنا ان هو اسند او وكل زيد بن ثابت علشان ان هو كان احد الصحابه ومن كتاب الوحي علشان يكتب القران، وتم جمعه في صحائف. يبقى دي العلاقه ما بين حرب المرتدين وجمع القران الكريم. السؤال الثاني قال لي المنافقين وغزوه احد سنه 3 هجريا. احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش من المسلمين بحوالي 1000 من المسلمين، لكن في اثناء ما كان المسلمين رايحين عشان يحاربوا المشركين في ناحيه جبل احد، حصل ان كان في واحد من المنافقين اللي هو زعيم المنافقين اسمه عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله ابن ابي ابن سلول ده كان زعيم المنافقين ورجع بتلت جيش المسلمين في غزوه احد. يبقى ده العلاقة ما بين المنافقين وغزوة أحد سنة 3 هجرية، رجع بيهم عبد الله بن أبي سلول اللي هو زعيم المنافقين بتلت الجيش المسلمين. طيب رقم 3، قال لي عثمان ابن عفان وتجارة مع الله. احنا عارفين ان عثمان ابن عفان كان من الناس اللي هم كانوا مشهورين جدا بكرمه الشديد، فعثمان وهب قافلة، كان بيشتغل طبعا احنا عارفين بالتجارة، والتجارة بتاعته كانت مربحة، فكان وهب عثمان قافلة محملة بالبضائع لفقراء المدينة في أيام خلافة أبي بكر. جول التجار وطلبوا منه ان هم يشتروا منه القافلة بتاعته، لكن كان اللي حصل ان في أيام خلافة أبو بكر الصديق المدينة بعض منها فقراءها تعرضوا لقحط شديد، فقر شديد، فقام عثمان بن عفان بوهب القافلة دي كلها لفقراء المدينة، على الرغم ان التجار جم علشان ان هم يدولوا ان هم يزودوه من الربح بتاع التجارة بتاعته دي، لكن هو رفض وقال قد زادني الله، ووهب القافلة بتاعته دي لفقراء المدينة في خلافة ابي بكر الصديق. السؤال الخامس هنا عندي بيقول لي من هو كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة؟ اللي كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن أريقط. عبد الله
ابن أريقط. طيب عبد الله بن أريقط ده قلنا ان هو كان في وقتها كمان لم يسلم بعد، ولكنه كان دليل امين قاد الرسول اي الهجره مع صديقه ابو بكر الى المدينه. اتنين، احد الخوارج الذي قتل سيدنا علي بن ابي طالب. طيب الخوارج منهم اللي كان قتل سيدنا علي هو اسمه عبد الرحمن ابن الملجم. عبد الرحمن ابن ملجم ده كان احد المنافقين، وقلنا المنافقين دول او الخوارج اسفة دول كانوا اجتمعوا على قتل ثلاثة، اللي هو منهم سيدنا علي بن ابي طالب ده اللي نجحوا في قتله، وقتل معاوية ابن ابي سفيان وعمرو بن العاص، لكن هم فشلوا في قتل معاوية وعمر. كان قائد للمسلمين في معركة نهاوند. في معركة نهاوند اللي هي كانت ضد الفرس هو نعمان ابن مقرن. نعمان ابن مقرن ده كان قائد المعركة دي، كان أهم شعراء العرب قبل الإسلام. طيب هنقول هنا النابغة الذبياني. طيب سبب الفتنة في أواخر عهد سيدنا عثمان ابن عفان، احنا قلنا سبب الفتنة هو كان برضو أحد المنافقين اللي هو كان دخل الإسلام اللي هو اسمه عبد الله ابن سبأ، هو ده اللي كان سبب في الفتنة اللي حصلت في عهد سيدنا عثمان واللي امتدت في عهد سيدنا علي بن أبي طالب. عبد الله ابن سبأ. طيب أول خطيب في الإسلام هو أبو بكر الصديق، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة خرج هو إلى الكعبة ونادى إلى المسلمين وناداهم إلى الإسلام، وده كده يعتبر أول خطيب في الإسلام. رقم به بما تفسر إنشاء سيدنا عمر بن الخطاب المدن الإسلامية بما تفسر. طيب المدن الإسلامية كان عمر بن الخطاب أمر قواد الجيش بتوعه إن هو ينشئوا المدن الإسلامية دي عشان دي تكون مكان لتجمع المسلمين وجيوشهم، حتى تكون مكانا لتجمع المسلمين وجيوشهم. ومن المدن اللي قامت في عهد عمر الجديدة زي مثلا الفسطاط في مصر، وزي الكوفة والعراق، الكوفة والبصرة بالعراق. طيب رقم اتنين، قال لي لم يقتصر دور الأسواق على التجارة اللي هي في عند العرب. طيب الأسواق ما كانش للتجارة فقط، كانت كمان ميدان لتنافس الشعراء والخطباء، وكمان ما كانتش كان بيحصل فيه حلقات لتنافس الشعراء والخطباء فيها، لذلك هي ما كانتش فقط للتجارة. ثلاثة، نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى يثرب. إيه أسباب نجاح الخطة؟ طبعا التخطيط الجيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، السرية التامة، ما كانش حد يعلم خالص باللي هي خطوات الهجرة. طبعا في الأساس توفيق الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم. اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط، الرسول كان مختار ناس فعلا كانت هي صح انها تستخدم في تنفيذ تخطيط الرسول بالهجرة الى يثرب. رقم اربعة، امر سيدنا عثمان ابن عفان بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد. طيب لما تسعد الدولة الاسلامية دخلها كتير من العناصر غير العربية، دخل فيها اجانب كتير، فالناس كانوا بيختلفوا في قراءة القرآن، ولذلك دخل كثير من العرب فاختلوا في اللهجات في قراءة القرآن. فأمر عثمان بن عفان ان هو يجمع ان هو يكتب القرآن في مصحف واحد، وبرده ان هو ده ليه؟ علشان تتوحد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة. وبرده وكل زيد بن ثابت اللي هو احد كتاب الوحي وبعض الصحابة في كتابة القرآن في مصحف واحد، وده قلنا علشان ان هو تتوحد قراءة القرآن في كل العرب والبلاد المفتوحة. اختار الإجابة الصحيحة، اللي كانت مدينة نقط مركز للمؤامرات ضد المسلمين. هنا مكة لا طبعا، ويثرب لا، خيبر هنا وتبوك، خيبر هي الصح. خيبر دي كانت مركز للمؤامرات من قبل اليهود، احنا عارفين ان دي كانت مركز الدسائس والمؤامرات، ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قام بغزوة خيبر علشان يأمن شر اليهود اللي كانوا دايما بيقوموا بيحرضوا المشركين علشان قتال الرسول وقتال المسلمين. كان نقط
قائد للمسلمين في معركة القادسية. طيب في معركة القادسية اللي هي كانت ضد الفرس، كان عندي مش خالد الوليد ولا عمرو بن العاص ولا أبو عبيدة بن الجراح، هو كان سعد بن أبي وقاص. يبقى هنا الإجابة الصح هو سعد بن أبي وقاص. طيب رقم ثلاثة، ذهب الرسول إلى رحلة الطائف ليلتمس النصرة من قبيلة إيه؟ احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بعام الحزن اللي هو ماتت فيه زوجته وعمه، فذهب الى قبيله والتمس منها النصره، ولكنها طبعا احنا عارفين ان هي قبلته بالرفض، اللي هي قبيله ثقيف. قبيله ثقيف. وضع الخليفه مين التقويم الهجري؟ الوضع للتقويم الهجري هو عمر ابن الخطاب، خليفة عمر بن الخطاب، اللي هو بيبدأ من بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة. قام حبيب ابن مسيلمة بفتح نقط في عهد عثمان بن عفان. حبيب كان فتح أرمينيا، وده كان قائد عند معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية خلاه هو اللي يروح يفتح اللي هي أرمينيا. يبقى هنا قام حبيب بن مسيلمة بفتح أرمينيا في عهد عثمان بن عفان، لكن معاوية راح فتح بلاد اللي هي قبرص، جزيرة قبرص. طب هنا قال لي فرق بين، قارن بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وقال لي أعمال سيدنا أبو بكر الصديق وأعمال سيدنا عمر بن الخطاب، بس هو مش عايز هنا شرح. طب تعالى نشوف مع بعض هنا كده. بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم التقى الرسول بوفد من أهل يثرب من حوالي 12 رجل من الأوس والخزرج. طيب اتفقوا إيه في البيعة ديت؟ اتفقوا على ألا يشركوا بالله، لا يسرقون، لا يزنون، لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف، ولا يقتلون أولاده. يبقى دي شروط البيعة. طيب أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم كمان مصعب ابن عمير، وده أصبح بكده أول سفير في الإسلام. ليه؟ على علمهم أمور دينهم. يبقى دي بيعة كده العقبة الأولى اللي هي كانت سنة 12 من البعثة. سنة 13 من البعثة بيعة العقبة الثانية، التقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عدد كبير من أهل يثرب دخلوا في، اقتنعوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فجي وفد من أهل يثرب وصل لحوالي 73 رجل وامرأتين. اتفقوا بقى مع الرسول في البيعة دي أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم. ومن بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالخروج إلى يثرب، وبدأ الرسول من بعدها ياخد الخطة إن هو وصديقه أبو بكر إن هو يهاجر إلى المدينة أو يثرب. يبقى دي بيعة العقبة الثانية، وإحنا بيعة العقبة الأولى. طيب قال لي هنا عايز أهم أعمال أبو بكر الصديق وأهم أعمال عمر بن الخطاب، لكن بدون شرح. من أهم أعمال أبو بكر الصديق أول حاجة إن هو أرسل جيش أسامة ابن زيد إلى بلاد الشام، اللي هو الجيش اللي كان أعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. القضاء على المرتدون اللي هم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول ورفضوا دفع الزكاة واستجابوا للمتنبئون. جمع القرآن نتيجة استشهاد عدد كبير من حافظة القرآن في حروب الردة. الفتوحات الإسلامية اللي هي زي في بلاد الشام والعراق، لكن في عهد أبو بكر لم تكتمل. أعمال عمر بن الخطاب إنشاء الدواوين، وأنشأ العديد من الدواوين زي ديوان الجند، ديوان الخراج، أنشأ نظام الحزبة. وضع التقويم الهجري اللي هو بيبدأ من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. أنشأ المدن الجديدة وإحنا اتكلمنا عنها زي مثلا الفسطاط في مصر والكوفة والبصرة بالعراق. واستكمل الفتوحات الإسلامية في عهد اللي كانت تمت في عهد أبو بكر الصديق ببلاد العراق وبلاد الشام. طيب إحنا كده مع بعض فاضل لنا بس سؤال واحد، لو جينا هنا هنلاقيه بيقول لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيد صحة العبارة دي، يؤمن بمبدأ الشورى. احنا ممكن نقول هنا أيد صحة العبارة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قيامه بأي غزوة كان بيستشير الصحابة وبيأخذ برأيهم، زي مثلا اللي حصل في غزوة بدر، وإن هم جي حبيب مسيلمة وأشار على الرسول إن هو يقف عند بئر بدر. فهنا كان مبدأ الشورى بياخد بيه الرسول في حاجات كتيرة جدا، وده يدل على ان الرسول كان ديمقراطي وكان بياخد برأي اصحابه.
احنا كده خلصنا مع بعض مراجعة للصف الثاني الإعدادي، ونراكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.